مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تان شباك الفن. شباك الفن النهارده بيعرض افلام تسجيليه، وزي ما حضراتكم عارفين ان الافلام التسجيليه ليها جمهورها اللي بيستمتع بيها جدا، وممكن ان هي تكون ممتعه جدا زيها زي الافلام الروائيه الطويله. في افلام تسجيليه بتقوم على الشكل الوثائقي، وفي افلام تسجيليه بتقوم على الشكل الفني. احنا النهارده هنعرض النوعين دول من الافلام التسجيليه. أول فيلم هنشوفه فيلم بعنوان عين صياد وحيد. الفيلم ده عن الفنان التشكيلي محمد أبو النجا. والفيلم التاني اللي هنشوفه لعماد إرنست هو فيلم تجريبي بعنوان مياهي المظلمة، وهو فيلم عن قصر شامبليون. برحب جدا بالمخرج عماد إرنست. مساء الخير يا عماد. مساء النور. مساء النور. اللي لفت نظري في أفلامك إن أنت لما حبيت تقدمها قلت ان هي افلام معمولة بتكلفة بسيطة جدا، وهي افلام معمولة من مجموعة عمل فرد واحد، يعني وان كرو. فانا عايزة اعرف منك طريقة الاخراج والتصوير بالشكل دوت بتتطلب ايه، او ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ واحد، الحرية، ودي حاجة غالية جدا في الفن، يعني انك تكون حر تشتغل وقت ما تحب، تشتغل الحاجة اللي انت خطفتك في لحظة وتقعد تشتغل عليها، وانك تنجزها بشكل اسرع ما تستناش كرو. فدي طريقة من الطرق اللي انا بشتغل بيها. احيانا بشتغل بروفيشنال بكرو زي اللي احنا موجودين في وسطي دلوقتي، واحيانا بشتغل بالطريقة دي اللي هي التكلفة المنخفضة للغاية. فيلم الاولاني مثلا على سبيل المثال معمول ب 3000 جنيه، دي تكلفة المونتاج، انما كله تصوير وصوت وسيناريو نابع من لحظة معينة كده عرفت ان في تجربه مختلفه واستثنائيه ولازم تتلقط بسرعه جدا في الفتره اللي هي موجوده فيها، والا لو استنيت هتروح. دي التجربه الاولانيه. التجربه الثانيه اتعملت ب 38 جنيه، وهي 8 شريط الميني دي في. دخلت القصر دوت اللي هو المهجور، اللي كان حاله خاصه جدا، عليه تراكم زمني لادارات وبشر مختلفين عن بعض. اللي أميرة هنتكلم عن تفاصيل الفيلم بعد شوية، بس أنا عايزة أفضل عند نقطة كيفية إخراج فيلم بمجموعة عمل مكونة من شخص واحد وبتكلفة بسيطة جدا. يعني هل يعني بتتطلب إيه نوعية دي من الأفلام؟ هل بتتطلب إن المخرج يكون عنده مهارات مختلفة جدا في التصوير وفي الإخراج وفي كمان الإنتاج أو المونتاج نفسه؟ هل بتتطلب صبر؟ هل بتتطلب شغف خاص ان انت تبقى فعلا بتعمل الفيلم من بدايته لنهايته؟ هي بتتطلب حاجات كتيرة. اولا دراية كافية بكل العناصر بتاعت الشغل حرفيا. اولا انك انت تعرف تسجل صوت اصلا بنفسك، انك انت تعرف تكتب سيناريو لوحدك، انك انت تعرف تشتغل مونتاج برضو لوحدك. انت عندك كنترول على كل العناصر، فلازم تكون شاطر فيهم كلهم. الحكاية ديت في مصر قليلة، يعني ان يبقى في شخص عنده درايه ومهارات بكل دوت وقاعد بيشتغل عليهم بدقه وبصبر. دي بره سهله، يعني سهل بيعلموا كل الناس في بدايه حياتهم ان انت يبقى عندك كل المهارات ديت وتعرف تنفذها بنفسك. عندنا في مصر الحكايه دي قليله، يعني دايما يقول لك ايه، انت مخرج اشتغل مخرج بس، انت مصور اشتغل مصور بس، فبيبقى بعيد عن العنصر التاني. هنا انا حاولت على فترات عمري طبعا ان انا اتقن كل المهارات دي، لاني كنت حاسس ان انا امتلاك المهارات ديت هيخليني امتلك حريه صناعه فن. وده اللي حصل فعلا، ان انا لما بدات اشتغل بالتكلفه المنخفضه جدا اللي هي بتديني حريه اولا ان انا اعمل اللي انا عايزه، ده بدايه في زمن مش سهل انك انت تعملي فيه اللي انت عايزاه. فطبعا المهارات دي مهمه جدا، وانا انصح ان الناس فعلا تكتسب كل المهارات، يكون عندها درايه بيها عشان على الاقل تعرف مشاكل الناس التانيه. لما المخرج بيبقى عارف يعني ايه التصوير بيبقى عارف مشاكل المصور، فبيسهل عليه طريقه عمله. طيب انا عايزه اتنقل لنقطه تانية خالص، وهي انت مهتم قوي، يعني انت بتدرس اخراج او بتدي ورش عمل، وفي ورش العمل دي بتهتم بحاجه محدده جدا، وهي ازاي المخرج يلاقي التيمه المناسبه او الموضوع المناسب، ازاي يعمل بحث. وقلت لي ان يعني كتير قوي بتبقى الافلام ناقصه البحث الكافي اللي هو تجميع المعلومات ويعني تتبع المعلومه
وبعد كده اختيار الشكل المناسب لعرض المعلومة دهيت. فأنت مهتم قوي بالنقطة دي، فأنا عايزك تكلمني عنها. يعني أنا هقولك على حاجة، هو الواحد لما بيبقى بدري واخد باله من العيوب اللي بحواليه وما يقعش فيها، ده بيساعده كتير قوي انه يبقى كويس. فانا واحده من العيوب ان انا خدت بالي ان ما بنتعلمش البحث الريسيرش كويس في مصر. يعني الريسيرش مثلا على الفيلم، الفيلم الطويل التسجيلي او الروائي ما بياخدش اقل من سنه. انا بشوف الافلام بتطلع في ظرف اسبوعين وثلاث اسابيع واربع اسابيع. دي اللي هي المرحله اللي هي تسبق كتابه السيناريو اصلا، يعني دي المرحله الاولانيه خالص. مش بس السيناريو، انا اعتقد كمان ان الفن التشكيلي والرقص وكل الفنون محتاجه الريسيرش ده. الريسيرش ده ليه عمليه عضويه جدا في اللي هتعمله بعدين. فانت بتعمل الريسيرش دوت، انت بتدور على حاجه واحده، على كلمه يعني ليها علاقه بالموضوع اللي انت شغال عليه. الكلمه ديت عندنا في مصر ما بيدرسوهاش كويس للاسف، لانه لما بدا يترجموا الكلمه نفسها ترجموها بشكل خاطئ. التيمه كلمه ما بتترجمش، ما ينفعش تترجمها الفكره الرئيسيه، ما ينفعش تترجمها الحبكه، ما ينفعش تترجمها لسطرين ملخص القصة. التيمة دي حاجة عضوية جدا ومهمة جدا، وقليلين اللي بيدرسوها في العالم. أنا قعدت سنين بذاكر الموضوع ده، وساعدني كتير في إن الشغل بتاعي يطلع زي ما أنتم بتشوفوه، إنه يطلع بيقول حاجة واحدة بس مؤثرة وواصلة بطرق كتيرة جدا عن طريق كل العناصر اللي بتشتغل عليها. مهم جدا إنك تقفش التيمة دي. التيمة دي حاجة زي ما بيقولوا عليها النوال صغيرة اللي لازم تقعد تلف حواليها شويه ويكون عندك المهارات اللي بتكتسبها. انا بحاول في الورك شوبس بتاعت التيمه ديت اني ادي المهارات دي لغيري. انا مش بخيل، انا عارف انه مفيش فن بيوصل لمرحله كويسه في بلد الا لو كل تعاون فيها. فشويه المعلومات او شويه الحاجات اللي انا بعرفها بحاول اوصلها للشباب او حتى للكبار. يعني في كبير بيجي يتكلم معايا وبيعرض عليا شغله، سواء روائي او سينما او فن معاصر، بساعد في دوت انه يقدر يقفش التيمه بتاعته، لان من غيرها هو بيتوه وبتطلع الافلام باهته. ودي ظاهره انا شايفها يعني موجوده، ان الفيلم بيبقى باهت لانه فاقد التيمه الاساسيه بتاعته. فبحاول اساند في ده. بشكرك جدا يا عماد. هنكمل مع الافلام التسجيليه ونشوف افلام عماد ارنست.